دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وهكذا تجد كل من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهوى والبدع، فعلى العبد أن يكون خائفا على نفسه مبتعدا بها عن أهل الأهوى والبدع، وألا يسلم سمعه لهم. فكم قد رأينا ممن قيل عنه إنه قوي متمكن، لما جالس أهل البدع حرفوه، لما فتح لهم مجلسه يفدون عليه حرفوه، ثم أصبح في ضفتهم في جانبهم، فأصبح يدافع عنهم. أولا بدأ يعتذر لهم، يشكك في هذا النقل والقول عنهم، من نقل هذا؟ هؤلاء الذين ينقلون من هم؟ من قال لكم؟ هل يثبت هذا عنهم؟ التثبت، ائتوني به، لعلهم بعد ذلك أرادوا كذا. ثم بعد ذلك يصبحون هم أصحابه، وأهل السنة أعداؤه، كما رأيناه في هذه الأعصار، ولكم في ذلك من الأمثلة الشيء الكثير.